مشاهدينا، وصلنا لفقرة أكثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اخترنا لكم فيديو حلو تداولوا النشطاء بكثرة، وبصراحة مهم جدا. رح نشوف مؤسس مبادرة روابي فرح، روابي فرح للزراعة، وهو السيد ليث إدويكات. شو عمل؟ حرق عقد بقيمة 10 ملايين دولار مع شركة عربية بعد ما اكتشف انه شبه التطبيع من خلال نية الشركة انه زراعة اراضي اردنية وتصدير منتجاتها للكيان الصهيوني، فطبعا قام بحرق العقد. خلينا نسمع منه ونشوف هذا الفيديو. اذا احنا لما نضمن هذول الناس اللي بيجوا 500 درهم و1000 درهم على اساس انها دولة عربية وشقيقة وبنطلع لها، هذا الحكي يا اخوان على وضع الاردن بضر الاردن. ليش بضر الاردن؟ لانه احنا فرضا اعطيناهم 500 درهم، اول شيء قلت الكلفه عليهم وقللنا الحلقات الاقتصاديه اللي بتيجي للاردن، فهم بصير هم المستفيدين استفاده مباشره، ومزارعينا والضرائب عندنا ما بتستفيد ولا الدوله بتستفيد عندنا، لانه اذا بتصدر الضريبه مرتجعه. اثنين، انت كل كيلو فليفل بدك تصدره او كيلو بندوره او كيلو خيار بتصدر معاه 4 لتر مي او 5 لتر مي، اذا احنا خسرانين مي وخسرانين المنتج هذا انه يعمل حلقات اقتصاديه. اذا انتم ما كان عندكم فكر وخوفا على المي تاعت البلد بدكم تصدروا، يا عمي خلي المزارعين يزرعوا ويصدروا بعقود زراعيه، مش انك انت تجيب الدول هاي والخونه هذول يجوا يستاجروا عنا. ليش؟ لانه بالاخير تطلع الدوله هاي العربيه المطبعه تيجي الشركه، ولا هي تطلع جماعه غربه عشان ما الفيسبوك ما يضربنا، جماعه غربه بيطلع العقد لهم، فهي بتطلع يعني هم بيجي بزرعوا بلادنا وبأخذوا مي المي من عنا وبحطوا، والمهندسين من عندهم وكل شيء من عندهم، حتى البرابيش جايبينهم معهم. احنا شغلتنا نحاربهم ونمسحهم وندعس على شواربهم، مش نسوي لهم عقود. فلذلك احنا شغلتنا هاي زي هاي عقود، لا 10 مليون ولا 100 مليون ولا مليار، بهز عنا شعره. وكل هذا بالنسبه لنا شمة صعود، لانه بالاخر احنا بنشتغل لامه، بنشتغل لمبدا، وبنشتغل لقضيه، ومش سائلين عن هاي الامور كلها، لانه كله بالنهايه ربنا راح يقعدنا المقعد الضيق ويقول لكم تعالوا يا عبادي انتوا غلطتوا كل هالغلطات، بس العماله والتعامل مع العدو الاول لهاي الامه وتزرع له بارضك وتعطيه ميتك، ما هذا حرام، هذا كله حرام. يعني مشاهدينا الكرام، هو احتلال بصراحة لأراضينا بطريقة غير مباشرة تماما، كيف بيروح الكيان الصهيوني لبعض الأشخاص بدهم يشتروا أراضيهم بفلسطين ويدفعوا لهم ملايين الدولارات حتى يستغنوا عن أرضهم، وما بيبيعوا أراضيهم أبدا. نفس الشيء للأسف كأنه عم بيصير عنا، بيع أراضينا واحتلال بطريقة غير مباشرة. ما شاء الله، الله يحفظ الأستاذ ليث على يعني انتمائه الشديد للأرض وللوطن وللقضية، ويعني إن شاء الله ربنا بكرمه أضعاف مضاعفة. خلينا نشوف بعض التعليقات. أبو زيد بحكي الأصيل بيبقى أصيل، كل الاحترام والتقدير لشخصك الكريم، يحفظك ربي ويرعاك. علي بيحكي يسلم البطن اللي حملك، حر ابن حر، ربنا يحفظك ويبارك فيك وجزاك الله كل خير وصحة وسلامة. إبراهيم عبد الكريم التميمي بيحكي كل الاحترام والتقدير، هذا الوعي اللي لازم يكون عند الجميع. ومجدي يقول كل الاحترام، بارك الله فيك وكل أمثالك، الله يحمي بلادنا وجميع بلاد المسلمين، آمين يا رب العالمين. هاي كانت بعض التعليقات مشاهدينا الكرام، والله يجزي كل خير الأستاذ ليث إدويكات، مؤسس مبادرة روابي فرح للزراعة، وإن شاء الله جهوده جبارة. رح ننتقل مشاهدينا الكرام لأيضا متداول آخر تم تداوله بكثرة، متداول لطيف جدا. تخيل أنت هلأ بحر الصيف عندك بركة بالبيت وطالع تسبح بهالبركة، وإذ تتفاجأ في حد بالبركة بسبح قاعد محلك، مين هذا الشخص؟ ممكن يكون شيء لطيف، حيوان أليف. خلينا نتابع هذا الفيديو مع بعض نشوف مين طلع بهالبركة بكاليفورنيا. خلينا نتابع.
يعني مع هالشوب بده ينتعش هالدبدوب، شو بده يعمل يعني؟ بده يبورد يخفف هالحر، خصوصا هالفروة السميكة اللي عليه، الله المستعان. خلينا نشوف التغريدات وبعض المشاركات. أيمن بيحكي أحلى شيء يكون عندك مزرعة تطلع تسبح تلاقي دب وحيوانات، شيء لطيف. زينة بتقول والله كلنا يا دبدوب نفسنا نهرب للمسبح. وتقوى بتقول مش انت لحالك يا دب، كلنا فقعنا، كله بده يروح على المسبح ابدا. ابو احمد بيحكي حتى هذا بيعرف الحراره. طبعا سبحان الله، هو اكثر واحد شاعر بالحراره مع الفروه اللي عليه. وهي كانت بعض التعليقات والنهفات، والكل حاسد هالدبدوب على المسبح اللي نازل فيه. الله يلطف علينا هالأجواء، ونحن عارفين إنه الأجواء الحارة تشتد وتزداد، وإن شاء الله ربنا بيرحمنا برحمته وين ما كنا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، لهون بيكون انتهى مشوارنا ببيتكم عامر. بتمنى إن شاء الله نشوفكم في الحلقات القادمة على خير. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.